يعطيكم العافية جميعاً، أهلاً وسهلاً فيكم في محاضرات كورس بريمافيرا بي 6 لإدارة المشاريع، تخطيط وجدولة المشاريع باستخدام برنامج البريمافيرا. نستكمل دورتنا. إحنا توقفنا المرة الماضية، دخلنا تعرفنا على قائمة السكيدولينج أو قائمة الرن سكيدولينج، وتعرفنا على كيفية إدخال suspension date والresuming date اللي هي ضربنا مثال اللي هي فترات الكورونا. واليوم راح نتعرف على شيء بسموه الكونسترين اللي هي مقيدات العمل. مقيدات العمل اللي نفرض انه كان في شروط او قيود بتحددني لغايات انتهاء او لغايات بداية هذا الاكتيفيتي او بداية المشروع. الان شو هو الكونسترين؟ لو رجعنا على المادة اللي زودتكم فيها وشفنا انه القيود وشو هي القيود. القيود طبعا هي، احنا بما انه بنتعامل مع بلانينج او مع سكيدولينج فاحنا بنتعامل مع ديت، فالقيود هي بتتحكم في الديت. يعني مثل ما حكيت في البدايه اللي هي بتاثر على بدايه المشروع، على بدايه الاكتيفيتي وعلى نهايه الاكتيفيتي. الان خلينا نشوف برنامجنا او نشوف مشروعنا. الان لو رحنا على الاكسكافيشن مثلا، الان بنلاحظ في قائمه الستاتس من الديتيلز في عندي هون كونسترينتس اللي هي القيود. الان في عندي هون برايمري وفي عندي سكندري. برايمري هو القيد الاول، سكندري القيد الثاني. يعني خلينا نفهمها بطريقه اخرى، برايمري هي القيد اللي له اولويه يشتغل عليه الاكتيفيتي، وسكندري هو القيد الثاني او القيد الثانوي اللي راح يشتغل على الاكتيفيتي. لاحظوا انه في تحت كل واحد منهم برايمري والسكندري في عندي ديت. اذا احنا بما انه نتعامل مع جدولي ومع مع بلانينج فاحنا نتعامل مع ديت. الان مثلا الاكسكافيشن لو رحنا على الكونسترين وكان في وشفنا قائمه البرايمري شو فيها خيارات. الان في عندي من خيارات البرايمري او من خيارات الكونسترين في عندي اول خيار هو as late as possible. as late as possible انه احكي له لهذا المشروع، لهذا الاكتيفيتي، احكي للبرنامج انه هذا التاريخ اللي بدي اعطيك اياه كنوع من as late as possible، هذا التاريخ هو اقصى تاريخ ممكن يتاخر فيه تنفيذ العمل. ممكن يتاخر فيه تنفيذ العمل. فمثلا لنفرض صاحب العمل زارنا وحكى لنا انه الخلطه الاسفلتيه، مثلا الخلطه الاسفلتيه هاي اذا تاخرت او بالمعنى العامي او بالمعنى الشائع او بالعامي تسمع مثلا انضربها القرد مثلا. الان معناها هاي انه اذا تاخر بالماكسيمم as late as possible، شو ما تاخر هو بالديت الفلاني. لكن معناها اذا كان في مقيد as late as possible معناها انه بعد هذا التاريخ as late as possible ككونسترين ممنوع هذا الاكتيفيتي يتاخر، ممنوع هذا الاكتيفيتي يتاخر. الان لو اخترنا as late as possible ورحنا على ديت، تمام، راح يعطيني ايش؟ مش فعاله. طيب ليش مش فعاله؟ لازم احدد له كمان ايش؟ سكندري. طيب نرجع نشرح البقيه. الان finish on primary constraint finish on اللي هي لازم ينتهي، هيك معناتها finish on معناها لازم ينتهي. الان finish on معناها انه هذا الاكتيفيتي اذا اعطيته انه لازم ينتهي بتاريخ 30/8 فهذا الاكتيفيتي finish on 30/8، بعد 30/8 ما راح يضل فيه اكتيفيتي. الخيار اللي بعده اللي هي finish on or after. finish on or after معناها انه راح ينتهي مثلا في 30/8 او بعد 8 او بعد 30/8. طيب الان في تحتيها كمان finish on or before، انه يا اما بينتهي في 30/8 او اقل. طب شو الفرق بينها؟ تتذكروا انه في الزاميه في العمل. كيف يعني الزاميه في العمل؟ الزاميه العمل هي الزاميه التاريخ. فمثلا أنا كصاحب عمل أجيت حكيت للمقاول، يا مقاول معك كماكسيمم في حالة تأخرت، ما تأخرت، معك تتأخر في هذا الأكتيفيتي لغاية 30/8. هل أختاره finish on ولا finish on or after ولا finish in or before ولا as late as possible؟
بختاره as late as possible. ليش؟ لأني أنا أعطيته احتمالية تأخير، احتمالية تأخير، حددت له أقصى تاريخ ممكن يتأخر فيه. بمعنى أنه أنا عارف، يعني متى بدي أستخدم as late as possible كقيد، أني أنا عارف هذا الأكتيفتي هو متأخر. الآن بدي أعطيه تاريخ ينهي هذا التأخير. إذن أول شيء إذا بدي أختار as late as possible لازم أعرف أنه هذا الأكتيفتي هو متأخر أو ممكن أنه يتأخر فيه. بالتالي بدي أعطيه إيش؟ بدي أعطيه تاريخ. هذا التاريخ هو يعتبر as late as possible، اللي هو أقصى تاريخ ممكن يتأخره المقاول في تنفيذ هذا العمل. طيب الآن أنا كصاحب عمل أجل حكيت للمقاول هذا الأكتيفتي بده ينتهي في 30/8. فأنا إيش بختار؟ بختار finish on. طب ليش finish on؟ لأنه أول شيء حددت له تاريخ محدد، ما فرضت إنه هذا الأكتيفتي هو متأخر أو متقدم، أنا أعطيته تاريخ انتهاء هذا العمل. بمعنى بنفرض إنه في عندي للمشروع، أنا الآن شغال خلطة إسبلتية مثلاً، ففي عندي زيارة للمشروع من جلالة الملك. فأنا بجي بحكي للمقاول، اسمع يا مقاول، أنا بدي هذا الأكتيفيتي الخلطة بدي إياه ينتهي ب30/8، لأنه زيارة الملك مثلاً في 1/9. فأنا شو بحط كونسترين؟ finish on. خليني أقربها أكثر. finish on تعتبر actual finish، تعتبر الactual finish، ولكن بإلزامية التقيد في تاريخ الانتهاء. يعني ممنوع إذا اخترت finish on، ممنوع تتأخر بعده، ممنوع خلاص انتهى العمل. الآن نجي على finish on or after. نتخيل حالنا لأن أنا صاحب عمل جيت حكيت للمقاول، اسمع علي يا مقاول، أنا الأكتيفتي هذا بده يتأخر، لازم ينتهي ب30/8. بس إذا تأخر مو مشكلة، يعني إذا تجاوزت ال30/8 مش مشكلة. طيب مثال عليه، مثلا أنا عندي طريق طولها كيلو، أنا أنجزت خلطة منها مثلا 900 متر، وأنا مثلا أنجزت الخلطة 900 متر منها بتاريخ 30/8. الآن أنا إذا حكيت له finish on 30/8 معناها لازم يخلص الكيلو خلطة في 30/8، لكن أنا حكيت له finish on or after إنه تخلصها، فأنا إيش؟ سامح لك تنهي finish on or after، معناها سامح لك تنهي 90% على فرض نسبة إنجاز هذا العمل، 90% منه لغاية تاريخ الفينيش اون، والمتبقي بسمح لك تتأخر فيه. فأي معنى فينيش اون اور افتر؟ نجي على حبيبتنا فينيش اون اور بيفور. فينيش اون اور بيفور هاي للمقاولين المحترمين المؤدبين الزاكيين اللي بيعرفوا يشتغلوا. بيجي صاحب العمل بيحكي له انا بدي هذا الاكتيفيتي ينتهي ب30/8، بيجي بيحكي صاحب العمل أنا بدي هذا الأكتيفتي ينجز ب30/8، تنتهي منه ب30/8، وإذا أنهيت أبكر بكون أفضل. بيجي المقاول بيحكي تبشر خلص، اعملوا لي كونسترين finish on or before، خلص يا إما بنهي لك بالموعد المحدد أو قبل. فهي هي الفروقات ما بين as late as possible، finish on or after، finish on or before. الآن mandatory finish، mandatory start، وstart on، وstart on or after. الآن start on or after هاي مثل finish on، finish on or after. الآن mandatory finish، mandatory start، بمعنى القيد هذا mandatory اللي هي في فترة، يعني خلينا نحكي فترة إلزامية، يعني إذا بختار mandatory finish أو mandatory start، الآن كأني بعطي احتمالية الconstraint للactivity، احتمالية أو قوة الconstraint للactivity درجة غير قطعية. بمعنى أنا لما حددت له as late as possible أو finish أو start on أو start on or after أو إلى آخره، فأنا أعطيته الدرجة القطعية، أعطيت هذا الأكتيفيتي الدرجة القطعية في تاريخ إيش؟ البداية أو النهاية. لكن الماندتوري فينيش ماندتوري ستارت، فأنا ما بعطي الأكتيفيتي إذا اخترتهم
ما بعطيش الاكتيفيتي ايش الدرجه القطعيه في هذا التاريخ. خلينا نشوف شو معرفينها بالكتاب. هاي معناها انه هذا القيد يجعل تاريخ النهايه المبكره مساويا لتاريخ النهايه المتاخره مساويا لتاريخ القيد، وفي حاله تعارض تاريخ القيد مع منطق الشبكه يتم اهمال منطق الشبكه واحترام تاريخ القيد. مانداتوري فينيش مثل ما حكيت هو بيعطيش ايش الدرجه القطعيه، لكن وين الفكره فيه؟ هو ما بيعطي الدرجه القطعيه، لكن هو بنقول لك هسه كل القيود هذول اعطني الدرجه القطعيه في ايش في الديت، لكن المانداتوري فينيش والمانداتوري ستارت ببساطه شديده اخذن هالاكتيفيتي وراح حطوا على ايش؟ حطوا على الكريتيكال باث. حكوا في هذا المانداتوري فينيش والمانداتوري ستارت، حكى البرنامج للمقاول انه يعمل هذا الاكتيفيتي، حكى عفوا صاحب العمل للمقاول هذا الاكتيفيتي. انا بعطيك ما انا بديش اعطيك الزاميه او قطعيه في التاريخ، لكن بدي اعطيك اياه ايش؟ بدي اعطيك اياه اني احطه على الكريتيكال باث. انت حر. مانداتوري فينيش، مانداتوري ستارت، انا اعطيتك حريه، لكن بنفس الوقت الزمتك. كيف الزمتك؟ اني حطيت هذا الاكتيفيتي بايش؟ بالكريتيكال باث. لانه هو بيعتمد على ايش؟ انه الايرلي ستارت، عفوا النهايه المبكره الايرلي فينيش تساوي الليت فينيش تساوي تاريخ القيد. بمعنى الفينيشينج هذا المانداتوري الفينيش. الان المانداتوري ستارت هو تاريخ البدايه المبكره الايرلي فينيش وتساوي الايرلي ستارت، عفوا الايرلي ستارت تساوي الايرلي فينيش، البدايه المبكره اللي هي الايرلي ستارت وتساوي الليت ستارت وتساوي تاريخ القيد. بمعنى مانداتوري ستارت مانداتوري فينيش هي انتقال الاكتيفيتي من ايش؟ من حالته الطبيعيه جزء يكون كريتيكال جزء ما يكون كريتيكال لايش؟ للكريتيكال اكتيفيتي. بمعنى انه هذا الاكتيفيتي نقلته من حاله معينه ممكن ما يكون اكتيفيتي كريتيكال، نقلته للكريتيكال باث، حطيته بالكريتيكال باث. طب انا لما حطيته للكريتيكال باث، لان احنا حكينا انه المانداتوري سواء كان فينيش او ستارت هو ما الزمه بدرجه قطعيه في الديت، لكن هو الزمه بايش؟ بدرجه قطعيه في حاله الاكتيفيتي، في حاله الاكتيفيتي. بمعنى يعني شوفوا الفن وين، مانداتوري فينيش ومانداتوري ستارت. انا ما بلزمك يا مقاول في تاريخ، لكن انا بحط لك هذا الاكتيفيتي ايش؟ كريتيكال. شوفوا ببساطه شديده بحطه اكتيفيتي كريتيكال، بحطه اكتيفيتي كريتيكال. انت حر، بدك تتاخر هيو اخر المشروع، بدك تبكر فيه هيو بكر المشروع. بمعنى ثاني اللي هو انا بعطيه كلام مبطن في انه الزاميه او قطعيه التاريخ، لكن كلام واضح قطعيه التاريخ في مانداتوري فينيش او مانداتوري ستارت لا يوجد، ولكن هو انتقال حاله الاكتيفيتي من حاله طبيعيه الى حاله الكريتيكال، بالتالي دخل الاكتيفيتي الى الكريتيكال باث. طيب شوفوا شرطه الثاني، في حال لاحظوا في التاريخ، في حال تعارض تاريخ القيد مع منطق الشبكه شو اهمل؟ اهمل كل الشبكه واحترم تاريخ القيد. بمعنى مش انا ما اعطيته قطعيه، بمعنى انه نعتبر انه الاز ليت از بوسيبل والفينش والستارت هم عباره عن شباب، ونعتبر المانداتوري عباره عن اختيار. الان وين الاحترام واجب؟ دخلوا على مجلس اثنين، دخلوا على مجلس اثنين الشاب والختيار. الان واجبي كموجود في مجلس وين احترم؟ الختيار الكبير في السن ولا الشاب؟ انا واجبي احترم الاثنين، لكن احترامي المبطن هو لمين؟ للختيار، صح؟ لانه كبير في العمر. المانداتوري هو زلمه بحكي لك انا محترم يا عم، انا لا بعطيك ولا بلزمك ولا بقيدك، انا كل اللي عملته اني نقلت لك الاكتيفيتي من اكتيفيتي طبيعي لكريتيكال اكتيفيتي، واذا وقع على كريتيكال باث ترى، واذا صار في اي تعارض في منطق الشبكه او في منطق العلاقات، لانه هذا كبير بالعمر وختيار المانداتوري فينيش القيد فيجب، او مانداتوري ستارت فيجب احترامه، فيجب احترامه، بالتالي بيشتغلوا وبلشوا يشتغلوا من ايش؟ من هذا القيد. فهذا بالنسبه لايش؟ للقيود. الان مثلا لو رحنا على ستيل فور لاندنج اخترناه مثلا as late as possible، لاحظوا انه مش فعال، ليش؟ الكونسترين يجب ان توضع قبل ايش؟ قبل الرن. طيب لو نروح مثلا على
الآن رحت جبت النسخة الأصلية، مش إحنا عملنا مجموعة نسخ، جبت النسخة الأصلية. لاحظوا بالنسخة الأصلية، بالنسخة الأصلية اللي هي قبل ما عملت، بعد ما عملت الفيرست ران ما عملت أي تعديل ولا حطيت actual ولا حطيت update ولا ما يحزنون. لاحظوا أنه لو حطيت as late as possible اخترت date as late as possible اخترت date ما أعطاني خيار أنه ممنوع. طب لو اخترت finish on بقدر أغير بالdate. الآن لو رجعنا للبرنامج اللي إحنا شغالين عليه، بنلاحظ إنه مش كل القيود بتشتغل على الأكتيفيتي نظراً لوجود إيش؟ نظراً لوجود أصلاً قيود أثناء إيش؟ أثناء السكيدجول. يعني مثلاً as late as possible صعب، ليش؟ لأنه هو واقع على إيش؟ واقع على critical path. هسا بنشوف new four course open next 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 finish. الآن لاحظوا إنه الإكسكافيشن هو واقع على إيش؟ كريتيكال، هو كريتيكال باث. الآن المفروض إنه إذا عملت as late as possible ما يتفاعل معي، ليش؟ لأنه ممنوع، لأنه بتأثر على مدة المشروع الكلية، تمام؟ طب شو بكون فعال عندي؟ لاحظوا لو رحنا على unfixing for more، لاحظوا لو حطيت إنه as late as possible كمان ممنوع، ليش؟ لأنه نهاية المشروع عنده ومعتمد على كريتيكال بعلاقته، معتمد على كريتيكال إيش؟ كريتيكال critical activity. لأن متى بتشتغل as late as possible؟ قبل ما أعمل الرن، ممكن قبل ما أعمل الرن ممكن أضع مقيداتي. طيب لو رحنا مثلا رجعنا على excavation نشوف شو في قيود. مثلا عندي finish on مباشرة أخذ لي الإيش؟ الفينشت البلان فينش، بإمكاني أغير فيه مثل ما بدي. الآن مثلا لو حطيت finish on or after نفس الفيلم mandatory finish، هو اصلا في الحاله مش احنا حكينا راح يجعل راح يحوله ل critical activity، هو اصلا critical activity، فهو في الاساس هو mandatory. لكن اذا بختاره mandatory كقيد، هو بنقول لي ايش؟ انه اذا صار في عندي تضارب بهاي الشبكه او تضارب بهذا الباث، انه اعطي اولويتك لمين؟ للاكسكافيشن، تمام. الان في عندي لو حطيت انه start on بيعطيني تاريخ ايش؟ كمان بيعطيني تاريخ الفينش، بإمكاني أغير. الآن مثلا لو حطيت إنه finish on finish on or after، إنه انهي ب 30 أغسطس أو بعده، لأن أحط قيد ثاني مثلا finish on or after. مثلا لو حطيت إنه finish on، الآن finish on or after أول قيد، بمعنى الآن خليني بس أضرب هذا المثال. مثلا لو حطيته ب 17 الآن شو معناه؟ معنى هذا الكلام إنه الكونسترين لهذا الأكتيفيتي أول شيء إنه لازم ينتهي أو بعد ب 30 أغسطس. الآن بما إني حطيت الآفتر، فأنا لازم أحط إيش؟ إنه فينيش أون قيد ثاني. الآن كيف بيشتغل هو؟ إنه بيجعل البداية 30 أغسطس، هو ما أنهى ب 30 أغسطس 2020. الآن هل إني أنتقل للسكندري؟ أوكي، بجعل السكندري، بجعل السكندري بيجي بيحكي لي فينيش أون لازم ينتهي ب 17/9/2020. الآن لو حطيت هون finish on شو بحكي لك؟ apply the constraint will remove activity second constraint. ليش؟ لأنه أنا ما سمحت لك تعطيني خيارات. إذا السكندري وين تشتغل؟ after before after before. هل بتشتغل على mandatory؟ لا، لأنه في قيد، في قيد في as late as possible، اختار قيد ثاني. الآن as late as possible لو بدي اطبقها، مثلا احنا حكينا انه بامكاني اطبقها قبل الفيرست ران وهيك الافضل، لكن الاكسكافيشن اذا انا مبرمج له انه as late as possible، يعني اذا تاخرت تمام، اذا تاخرت اعطيني بروح وين؟ هسه في البرايمري بيجي على الكونسترين as late as possible، هو متاخر. يعني مثلا الاكتيفيتي اول شيء هو متاخر، اقصى تاخير له متى؟ برجع وين؟ بروح على السكندري، بحط له ايش؟ finish on، وبحدد له تاريخ. فمعنى هذا الكلام مثلا حددت له تاريخ 30/9، معنى هذا الكلام انه هذا الاكتيفيتي اذا تاخر لازم ينتهي وين؟ ب 30/9/2020، تمام. هاي بالنسبه للكونسترين. الان نتكلم، احنا تكلمنا عن الاكتوال
نتكلم شوية عن شاشة الديتيلز تبعت الاكتيفيتي. احنا حكينا في بداية الاكتيفيتي في بداية الشرح انه في عندي هاي الشاشة تظهر فيها تبويبات كثير: General, Status, Resources, Code, Relationship, Notebook, Steps, Feedback, WBS and Document, Risks, Expenses, Summary. الآن لو رحنا نشوف الستيتس، الستيتس في عندي هون شاشة أو قسم خاص بالديوريشن، قسم خاص بالفلوت، قسم خاص بالستيتس اللي خاص بالتواريخ اللي هي الستارتد والفينيش. الآن Expected Finish في حال عدم وجود constraint، إذا حطيت expected finish بإمكاني أحطه بعد planned finish اللي هو 30 أغسطس، وبإمكاني أحطه قبل، لكن إذا حطيت expected finish هو غير ملزم للبرنامج إنه ينتهي أو يأخذ بعين الاعتبار. مثلا أنا حطيت إنه expected finish ب 20/8، معنى هذا الكلام إنه أنا على البرمجة ببلش هذا الاكتيفيتي ب 19/8 وعلى البرمجة هو بنتهي ب 30/8/2020، لكن انا بتوقع انه ينتهي ب 20/8/2020. هل الاكسبكتد فينيش ملزمه؟ هي غير ملزمه، بامكاني احطها وبامكاني ما احطها. دليل. طيب الان في عندي هون ديوريشن بيرسنت. ديوريشن بيرسنت اثناء عمليه ايش؟ الابديتنج بروجرس اللي تكلمنا عنها في المحاضره السابقه، تمام؟ بيعطيني نسبة الإنجاز بناء على الديوريشن. كيف؟ بيأخذ عندي الريمينينج، عفواً بأخذ عندي قديش الأكتوال، قديش ماشي بالأكتيفيتي مقسومة على الأوريجينال، بيعطيني كم؟ بيعطيني النسبة. الريمينينج هون بالديوريشن هو الزمن المتبقي من مين؟ من الزمن الأصلي، بمعنى اللي هو الزمن الأصلي أوريجينال ناقص الأكتوال بيعطيني الريمينينج. At complete هو في نهاية العمل، أنا في حال ما صار ليفلينج للريسورسز وخلاني إني اشتغل او خلاني انهي هذا العمل قبل 10 ايام، اد كومبليت راح يكون الاد كومبليت يساوي ايش؟ الاوريجينال الاصلي. التوتال فلوت والفري فلوت شرحناه بالانترودكشن. بضل عندنا اللي هو بهاي القائمه هي لابورينت لما نجي نتكلم عن ايش؟ عن الريسورسز. الان بقائمه الجنرال في عندي الاكتيفيتي تايب حكينا عنه، بيرسنت كومبليت اللي هي يا اما ديوريشن فيزيكال يونتس، لا احنا بنخليها على ديوريشن. هون الكاليندر التابع لها هذا الاكتيفيتي، ال WBS احنا حكينا عنه، Responsible Manager حكينا عنه في ال OPS، والبرايمري ريسورسز لما نيجي نحكي عن ريسورسز نشرح عنه. هون قائمة الريسورسز ان شاء الله لما نيجي نحكي عن الريسورسز كيف بدي انزل ريسورسز واسندها لمين؟ اسندها للاكتيفيتي. هون الريليشن شيب العلاقات ما بين الاكتيفيتي. هون الاكسبنسز او السمري هو بناء على الريسورسز وعلى البرسنتج كومبليت تبع مين؟ تبع الاكتيفيتي. الان نرجع على مادتنا، انهينا الاكتيفيتي الكونسترين. الان بدي احكي عن شيء الفلتر. الفلتر هو عباره عن اظهار اكتيفيتي او اخفاء مجموعه اكتيفيتي معينه حسب شروط وحسب مقيدات معينه. الان مثلا طلبني مدير المشروع اني اظهر له الاكتيفيتي اللي بتنتهي مثلا بشهر 10، فانا من قائمه فلتر اللي هي هاي الرمز اللي هو الكون فلتر باي، تمام؟ في عندي هون ايش؟ خيارات من هاي الشاشه. في عندي مثلا حسب الكومبليتد، حسب الكريتيكال، هاز فينيش كونسترين، هاز ستارت كونسترين، ان بروجريس، ليفل اوف ايفورت، لونجست باث، مايلستون، نيجاتيف فلوت، نون وات اف، نون كريتيكال، الى اخره، جلوبال. الان مثلا انا بدي يظهر لي اللونجست باث، بعمل تشيك، تمام؟ الآن في عندي خيارات: when applying the selected filter, replace activity shown in current layout، يعني إنه يبقي لي بس الأكتيفيتي اللي بدي أعمل إلها فلتر ولا يعمل لي هايلايت عليها؟ بدي إياه مبدئيا يعمل لي هايلايت، فأنا بعمل إيش؟ على longest path apply. فلاحظوا إنه عمل لي هايلايتنج على مين؟ على الكريتيكال الموجودات وين؟ على longest path. طيب، الآن بدي أعمل فلتر ثاني، بدي يكون in progress مثلا، بدي يكون completed ويكون highlighting، بديش replacing، بدي يكون highlighting، بعمل apply، تمام، اظهر لي ايش؟ in progress، طيب عفوا completed. الان بدي كمان كيف بدي اعمل فلتر جديد؟
الآن في عندي هون اللي هي نيو تحت الأبلاي، بعطيني خيار إني أعمل فلتر. الفلتر كيف بدي أعمله؟ مثلا أنا بدي فلتر يكون الكريتيكال، عفوا الفينيش يكون بشهر أكتوبر، فلتر خاص مثلا. خلينا نحاول بقدر نقدر نضبطه ولا لا. الآن هون وير، الآن هون البراميتر، البراميتر بدي أحكي له إنه الأكتيفيتي العفوا بدي يكون الأكتوال، بدي يكون مش الأكتوال، بدي يكون ديت اللي هي early finish early start، بدي يكون early finish equal أو عفوا equal to value earliest project start latest project finish earliest current date week way عفوا current week current month custom date. custom date بدي اياه بين شهر اوغست، بدي اياه بشهر مثلا 10 اكتوبر، بدي اياه من 1 select طب انا بدي اياه greater than 1/10 تمام. طب كيف بدي اضيف شرط ثاني؟ highest value لو حطيناها مش فعالة، فبدي اضيف ايش؟ add and early finish early finish، وين هال early finish؟ هاي early finish less than custom date اكتوبر 31 سلم. ولو عملنا مثلا تسميه له مثلا اللي هو نسميه اكت لاكتوبر مثلا، وعملنا اوكي انا فعلته، نعمل هايلايتنج ابلاي. لاحظوا انه فعل لي فقط ايش؟ بس اللي بينتهن الايرلي ستارت تبعه عفوا الايرلي فينيش ايش يكون؟ ايرلي ستارت والايرلي فينيش حاطينه ايرلي فينيش مظبوط، ايرلي فينيش الايرلي فينيش بس فقط بايش؟ بشهر 10، بشهر 10. هيك انا بقدر اعمل الفلتر. مثلا بدي اعمل فلتر يكون الاوريجينال ديوريشن، مثلا بدي اعمل نيو، بدي يكون الاوريجينال ديوريشن الاوريجينال ديوريشن يكون اقل من او يكون من range مثلا الـ value range is within range of range خلينا نحكي الـ 15 تمام؟ 15 day نزل لي اياها and original duration، او بدي امسح الـ original هاي الثانية yes تمام؟ واعمل اوكي. within الـ 15 day المفروض يظهر عندي كله، لانه كله within باستثناء خلينا نحكي الـ level اللي هو 3، واعمل اوكي. بدي اشيل طبعا هون بطبق تو فلتر، فانا بدي اطبق بس الفلتر تبع الاوريجينال ديوريشن واعمل هايلايت. لاحظوا انه القريب هو ال 14. طيب بدي اخلي ايش؟ رينج ال 10 مثلا، رينج ال 10 موديفاي از وذين رينج مثلا من 10 تو 15 بليز انتر بوزيتيف فاليو تمام. اند طيب لو حطينا انه هون ال 10 تمام and original duration، دقيقة أمسح هذا الشرط، كفينا شرط واحد. original duration وين الـ O is within range of مثلا نحط كمان الخمسة تمام. أمسح هذا أوكي، أعمل أوكي، أعمل apply. الآن المفروض يعطيني أي شيء قريب للخمسة، اي شيء قريب للعشرة، قريب للخمسة، قريب للعشرة تمام. بمعنى موديفاي حاصل جمعهم هو 15 يوم تمام، حاصل جمعهم هو ال 15 يوم. فهو معنى هذا الشرط هو شرط ايش؟ شرط انه about ال 15، لكن انا وسعت ايش اللي هو من 10 الى 15 يوم. طيب
لان بديش هذول الفلاتر ما بدناش اياها. هيك هاي طبعا نقدر نعمل اي فلتر بدنا اياه. هاي بالنسبة للفلتر. تمام. الان نرجع على المادة نشوف كمان شو فيها. طبعا احنا عملنا الاورجنايز اكتيفيتي عملناه، راح نرجع نشرح ان شاء الله المحاضرة القادمة، ما بدي اطول عليكم. هيك بنكون احنا انهينا يعني الميجر في الـ في الـ في الـ في البريمافيرا. ان شاء الله المحاضرة القادمة بنكمل، علشان بعد المحاضرة القادمة او خلال المحاضرة القادمة ندخل على الريسورسز ونشوف كيف نتكلم عنها. وبهيك حالي يعطيكم الف عافية، واي سؤال او استفسار انا جاهز فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.